هذا الدرس. هسه اكو بعض الاشخاص سالونا سؤال، قالوا هي الخلفيه بيضه والمؤشر ابيض، ما جاي نشوف المؤشر. يا ابو المؤشر وينك؟ ماكو. فاذا هسه احد يزوم ممكن يمكن شويه ركز على المؤشر، اذا زومت انا هسه يطلع المؤشر صح لو غلط، بس اذا انا هواي ما بشوف المؤشر. فدائما انتم اذا تريدون يبقى نفس اللون وما تغيروه، زوموا على الشغله اللي انت تريدوها ورسموها لان المؤشر يبين، بس على مو تغيرون لون المؤشر على الخلفيه اللي تعجبكم عكس الخلفيه. فش تقولوا له او بي اللي هي اوبشن انتر، ثم تروحون على ديسبلاي، ثم كلر، اوكي كلر هاي دوسون عليها، تروح هنا هاي كل السيتنج الخاصه بما باللوحه، لون اللوحه ولون كل الشغلات اللي انت بيها، الكروسر، الاشكال، الكاميرات، كل شيء كل شيء خاص بالاوتوكاد. فاحنا الكروسر هو اللي خاص بينا اللي هو هذا اللي جاي نشتغل به. فاحنا شنو نقول له لونه؟ فراح نختار لون معين احنا وليكن اسود، مو قال الاستاذ اسود؟ اسود. وفرح حددت لون الاسود مالته وقال له ابلاي. في حال اريد ارجع للالوان الاصليه مالتي، مثلا غيرت هنا وغيرت هنا وغيرت بذن التفاصيل البقيه اللي راح نجين بعدين، اقدر اقول له ريستور اول كونتنت، فراح يرجع لي كل اللي مثل ما كان لوتوكاد او هاي كلاسيك كلر. فراح اقول له بلاك، اقول له ابلاي اوكي، ابلاي اوكي. هسه شنو صار المؤشر؟ اسود صح؟ هذا المؤشر اسود صار واضح عندكم بالعيان. اجي ارسم، اول ما باوع على الرسمه اباوع بيها، هل هي بيها تناظر ام لا؟ احنا هسه جاي نطبق رسومات بدون ابعاد، جاي نطبق رسومات على صور. فاول شغله اباوع بيها، بيها تناظر لو لا؟ فاقول بيها تناظر. وين التناظر؟ بهذا الاتجاه، هذا الجزء يشبه هذا الجزء 100%. بعض الاشخاص يقول لك لا، هذا تناظر وهذا تناظر، شلون؟ يقول لك هذا الجزء ارسمه وناظر على هذا الجزء، وارسم هذا الجزء وحده، الصغير هذا شويه وحده وناظر على هذا الجزء، هم صحيح. بس ممكن انه ترسمه جزء واحد احسن. فراح اول شغله نسويها هو اللاين اللي هو لاين التناظر، حتى هو حاط لك اياه هنا. فهذا نجي نرسم الخط هذا، ندوس على الخط، نزوم، نجي لهاي الجهه، نشغل الارثم شغلينه، نطلع هذا الخط مالتنا، هذا خطنا. واضح؟ الخط هذا اللي هو اصفر. الوان يجوز مرات اللون يطلع لك لون ما يبين، اوكي مثلا ابيض وما يبين. فانت تقدر تاشر على الخط اللي انت تريده، تجي على البروبرتيز وتختار الاصفر. بعدين من طلعت منه على مود يبقى يرسم اصفر، فانت تدخل على البروبرتيز مالته واختار الاصفر. اوكي حتى يبدا يرسم اصفر. فاجي هنا اقول له دائره، ما راح استخدم المختصرات حاليا لاجل تكون الفهم اسرع، بعدين ان شاء الله بالمحاضرات الجايه نرجع للمختصرات. سيركل دائره، دس الدائره، جيت على السنتر ها شوف جاي زوم، اني ما ابقى وانا بعيد عنها دوس على الدائره، خلي زوم عليها. من ازوم على الشغله اريد اقترب لها، مو انا هنا وازوم على الشغله. مؤشري الكروسر مالتي هذا الصليب اجيبه على الشغله اللي اريد ازوم عليها، اجيبه اخليه فوقها وازوم على مود يجيب لي اياها هي. لان انا اذا هنا الكروسر مالتي اريد اجيب هاي وازوم عليها، هي وين راحت؟ راحت هيك. انا لا اريد هي تجيني، فاجي اخلي المؤشر مالتي عليها وازوم، فاجت هي صح؟ اريد انزلها شويه، بام اضغط على الكروسر مالتي ينزل جوا. شو اسوي؟ انقر بالسنتر ورسمت الدائره الاولى. اوكي هاي الدائره الاولى. زين رسمت الدائره الاولى، خلينا نعتبر لون شنو يطلع عندكم واضح؟ ما المهم الدائره الاولى هاي خليها على السواد حتى تبين. هذا اوكي؟ رسمت الدائره الاولى. اكو ناس يقول لك لا انا ما اريد ارسم دائره ثانيه. اقول له اوفست. اوكي اوفست. امر الاوفست اللي طبقناه. واجي ادوس على شنو اقول له؟ اقول له ثرو. اوكي؟ وادوس على الدائره واسحب واروح لهذا المكان وادوس، صارت دائره ثانيه. اكو ناس تقول لا انا اريد ارسم دائره. فيجي يدوس دائره، يجي على السنتر، مرات السنتر ما يطلع عندكم مال الدائره.
شنو السبب؟ اكو سببين. اما انه الاوبجكت سناب الجو هذا طافي مو ازرق، طافي الاوبجكت سناب. فا او الشغله الثانيه انه اللي هذني ما مأشرات كلهم، فاللي ما مأشرهم يدخل على اوبجكت سناب سيتنج سيلكت اول اوكي فيتأشرون كلهم. حتى لو مأشرات يجوز ما يطلع للسنتر، هاي الشغله الثانيه. انا جيت هنا ما طلع للسنتر، شو اسوي؟ اقترب على محيط الدائره، اقترب على محيط الدائره، فبس اقترب على محيط الدائره راح يتنشط السنتر اوكي. فراح اجي انقر على السنتر واسحب وانقر هنا. وطبعا هاي الطريقه مال السيركل اسهل من ان انت تروح اوفست وثرو، هاي بس طريقتين صحيحات. رسمنا، نجي الطريقه نقول الشكل منين متكون. بعد متكون من هذا الخط وهذا القوس لحد هنا نهايته. اذا هذا راح ارسمه واقول له سكيب اطلع من الموضوع. وبعدين يقول لك انه اكو خط يبدي منه ويستمر الشكل لحد ما يوصل للخط اللي هو هذا محورنا اوكي. والثالث هو هذا منه ويبدي ويوصل لهنا، واضح. والرابع هو منه ويوصل لهنا بس ما يستمر. ليش؟ لان انت من ترسمه منه يجوز القوس مالتك من ترجع تكمل منه يجوز مو نفس القوس، لان انت جاي ترسمه باي اي مو بقياسات معينه اوكي. فش تسوي؟ ترسم هذا وتسوي له ميرر لهذا حتى يجي فت هو نفس القوس نفس الميلان نفس كل شيء، ما ترسمه قطعه واحده. فصار عندنا كم جزء؟ عندنا جزء واحد، عندنا اثنين، عندنا ثلاثة، وعندنا أربعة ومرر لهذا. أجي أرسم، إيش راح أقول له؟ بولي لاين. أدوس على بولي لاين اللي أكثريتكم، بعض الأشخاص مو أكثر 40% من الأشخاص بعدهم إنه الأي إنتر والدي إنتر وش وقت أدوسه وش وقت هاي. هسة تكون واضحة إن شاء الله عندكم بهذا التمرين، وأتمنى تروحون تأخذونه بالبيت هذا الفيديو تعيدونه إيش قد ما تريدون. المهم يكون هاي الاي انتر والدي انتر. المحاضره الجايه ماكو شيء اسمه واحد يقول اي انتر دي انتر شلون، كنت تكون واضحه عند ان شاء الله. فبولي لاين، دوس بولي لاين، تجي وين؟ تحدد النقطه على مين؟ وين على الدائره، تماس ويا الدائره، لان هذا الخط وين مماس ويا الدائره. فادوس هاي النقطه هنا، زوم ثاني جت هنا اوكي. ارجع اقلل الزوم مالتي واستمر بهذا الاتجاه. شو شفت الخط مالتي جاي افقي ما جاي هيك؟ إذن أنا شنو أتذكر دائما؟ إذا جاء فوق عمودي الأورثو شغال، فما أدوسه في ثمانية وأطفيه أو أروح على الأورثو هذا الأمر الأورثو وأطفيه. طفيته، أجي أرسم لاين، أوصله وين اللاين؟ أوصله للمكان اللي أني يبدي بي قوس، أحسك قوس راح يبدي، أوصله لهذا المكان. وصلت لهذا المكان أدوس زر أيسر، انتهت. أنا بعد نبولي لاين مستمر، إذا أرسم لاين هسه جاي أرسم لاين، راح ارسم قوس ارك. اذا اني ارك شنو هو بدايته؟ اي اي الاي هي تطبيق امر الارك، تحويله من لاين ال اللي هي كان لاين قبل قبل شويه خط مستقيم الى قوس، فاقل اي. اما الدي فهي لاجل الدايركشن، لاجل اتجاه القوس، يمينا يسارا فوق جوا، معناته اتجاه التقعر مالته او التحدب. فانا شنو اقول له؟ اي انتر اول شغله، اي انتر. اذا انا حولت هسه ارك ارتاحت منه، صار هسه من لاين الى ارك، هاي اول خطوه عندي. انا حولت هسه انا اريد اتجاه القوس مالتي، فشو اقول له؟ دي انتر. من قلت له دي انتر ابو على هذا القوس، يبدي منه وينتهي هنا. شوفون يبدي منه وينتهي هنا كانه هسه بالميلان مالته. النص مالته وين النص مالته؟ هذا النص مالته، صح لو غلط؟ هذا نصه. فاجي الدايركشن اللي هاي من قلت له دي انتر، كانه جاي يقول له قوس بثلاثه نقاط. النقطه الاولى اللي قبل ما اللي وصلت لها وقبلها قلت اي وراها قلت اي انتر، هاي النقطه الاولى اعتبرها القوس. والنقطة الثانية هي اللي راح أحددها، والنقطة الثالثة هي نهاية القوس. أوكي؟ فكأنه أنا جاي أرسم قوس بثلاثة نقاط، معنى أرك بثلاثة نقاط. فالنقطة الأولى قلت لك إياها اللي هي نهاية اللاين أو نهاية الكيرف الأول اللي قبل ما أقول له أي إنتر. فهي حددتها، هاي النقطة الأولى هي ثابتة. أنا قلت لها هسه دي إنتر. أجي أحدد النقطة بالمنتصف وأسحب بدون ما بس جاي احرك، ما جاي اسحب الماوس مالته واستمر.
لان بس تسحب بس تنقر مره ثانيه ياخذ نقطه ثانيه ينهي القوس. فانت تبقى بس تحرك الماوس مالتك تجي وين نهايه القوس تحسه؟ والله نهايته هنا مثلا. اوكي هنا اوكي انتهى القوس. عوفك منه عدل معادل مو مشكله. تجي وين بعدين شو تقول له؟ انت هسه شنو جاي ترسم قوس؟ بعد ما تحتاج تحوله من جديد اي انتر تقول له؟ ارجع قل له بس دي انتر. فراح تقول له دي انتر. راح شنو هو؟ تشوف القوس الثاني منه لهنا والتحدب مالته وين؟ هذا. فادوس هنا واسحب لهنا. انتهت لو ما انتهت؟ انتهت. اجي دي انتر ادوس هنا هذا القوس منين يبدي؟ يبدي منه وينتهي هنا انا تقريبا. اذا هذا التحدب مالته ادوس هنا واسحب لهاي النقطة. بعدين دي انتر ادوس هنا واسحب لهاي النقطة نهاية القوس. اجي نفس الشيء دي انتر هذا قوس واحد اجيب نصه للنهاية. سكيل طلعت منه. اجي بعدين شو اسوي؟ ما انهي الموضوع. على مود ما من هيجي ما اعرف شنو الموضوع شو يصير عندي اشر القوس بالبداية. بالزر الايسر اشر. على مود شنو يصير عندي واضح القوس. فمن ازوم اجي هنا ازوم هذا الخط عدل ما بي مشكله. اجي شوف جاي امشي بالبان معناه اضغط على سكرول اجي هنا اي هاي النقطه ممكن انقرها شويه زيد الطول مال الخط ذاك هذا ممكن ادوس هنا وانزله هنا انا اجيبه. اوكي انتهى صار صحيح. اجي هنا اي هذا القوس تقريبا اي اجي انزل هنا ادوس هنا اجيت هاي النقطه لا خلي تنزل شويه ادوسها ونزلها جاي زوم عليها مو بعيد اني بعيد وجرجر بيهم ما ادري شنو جاي يصير. خلي السكرور قريب على الشغله اللي اشتغل عليها وازوم ازوم خلي مقبض الحركه من الماوس اللي قدام بحيث انه انا اعرف شنو جاي يشتغل. اجي هنا ازوم بحيث اشوف شنو جاي يصير عندي. ها هاي النقطه خلي تصعد شويه اول مره هيج اها اذا هذا بدايه القوس نهايته وهاي التقعر مالته ادوس اها اجفت. اجي هذا نفس الشيء هذه النقطه وهاي النقطه اوكي بس هذا مجرد ادوسه واسحب. شوف جاي زوم بحيث حتى يجيني الشغل يطلع قوس صحيح 100%. اجي من هنا نفس الشيء اقول هاي النقطه صحيحه اي هاي صحيحه وهاي النقطه اللي بالبدايه صحيحه اذا بس هاي دوسها من هنا واسحبها لهنا فوق الخط اجت 100%. اوكي خلاص هذا القوس الاول واضح. اجي ارسم القوس الثاني يمكن وافعتكم بدات تشوفوه واضح. هسه جاي ارسم بالقوس هذا شو اقول له؟ نفس الشيء بي ال بولي لاين سوري يعني قلت مختصرات ما استخدم دست هنا اجيت نقرت هنا بدايه القوس. هسه هذا القوس منين يبدي؟ يبدي منه وينتهي بهذا القوس صح صح صح. فقل له اي انتر دي انتر ابدي من بدايته لحد ما اوصل لهنا. بعدين هذا يحتاج انه انا اقوسه؟ لا ما يحتاج هو نص دائره نص دائره. لا اقول له دي انتر ولا هاي بس مجرد اوصل لهذا المكان. اوكي تحت نص دائره هو شكله فما اقول له دي انتر بس مجرد امشي هو راح يرسم لي نص دائره بس اروح احدد نقطه ثانيه ويفر. اوكي فاجي يبقى هذا الثالث هذا نفس الشيء شرجع اقول له دي انتر اجي احدد نقطه هاي بالنص واسحب لهاي النقطه انتهى. اجي اشره ارجع الدائره صاعده شويه انقرها وانزلها اجت فت. هذا اجي هذا الخط عدل اي عدل هذا الخط عدل عدل اذا هذا شنو هذا شويه ادوسه واسحب هنا هذا نفس الشيء ادوس من هنا واسحب هنا انتهى صار. لان انت ترى الرسمه اذا تباوع لها كل ما كبرت الريزوليوشن مالتها مكسر فانت لازم تعدلها بطريقتك انه اذا تبقى تمشي عليها هيك مزقزقه عبالك ان القوس قوس لا هو قوس واحد بين لان انت من تبتعد هيك تشوف عدل صح لو غلط بس من الزوم عليه تشوفه مكسر. تجي هذا القوس شو تسوي له؟ نفس الحاله قل له بي ال انت سوري بولي لاين وتجي تحدد هنا شو تقول له؟ اي انتر دي انتر تجي تحدد تقعر القوس الى نهايته ثم دي انتر تقعر القوس الى نهايته دي انتر تقعر القوس الى نهايته دي انتر تقعر القوس الى نهايته اللي هي نهايته وين؟ هاي. هسه نشره ونرجع عليه نعدل النقاط. هاي النقطه اللي راسمينها نصعدها شوف انا مأشرها فبراحتي جاي اتحكم بيها براحتي. اجي هاي النقطه ازحفها مثلا هيك كيفي او ارجعها نفس ما كانت
افضل كيف انا اللي يعجبني بالرسمه. اوكي هاي النقطه نزلها شوي جوا صارت، هاي النقطه شوي صعدتها حتى تصير تقويسها شويه حلوه، صعدتها كمل، اجي اشر هذا شكل له ميرر اللي هو اشره واقول له ميرر منه، ادوس هنا انقر هنا وانزل وين جوا شغل الاورثو وانزل جوا. اوكي اشر واقول له شنو ان انتر. احنا قلنا تذكر قبل شوي ايش قلت؟ قلت 100% يجي نفسه، ما اجى نفسه شو اسوي؟ خذ تمرر مو مشكله، اجي هنا هاي المنطقه بالنص اعدلهم سويه، اشرتهم اثنينهم سويه. اوكي عدلتهم اثنين من هم هيجي اشرهم اثنينهم تصيرون نقطه واحده كنهم، انقرها اساي نقرها بالزر الايسر واسحبها جوا اعدلها. اجي هنا هاي النقطه مالتي نفس الشيء، بدل ما ارسمها من جديد هو نفس الخطوط نفسهم تقريبا، بس اعدل الاقواس. اجي هاي اعدلها هسه هذا نفس الشيء، راح اجيب هاي النقطه احددها هنا ارجعها، هاي النقطه اجيبها احددها هنا ارجعها، بعدين حتى لو هم مو مالاتهم راح اوديهم اسويهم لهم الا ماكو اي مشكله عندي. اجي هاي النقطه هم احركها هيك، هاي شويه زيد هذا مالته، وهاي نفس الشيء راح انزله شويه. اوكي هذول اثنين هم صاعدتهم شويه وهاي صاعدت شويه وهذا نفس الشيء صاعد شويه، صار كل الشكل. هسه شنو نسوي؟ نأشر الشكل بالكامل. ها العفو هذا بقى جزء، فنفس الشيء بي ال بولي لاين، اجي المماس هذا وانزل جوا اطفي الاورثو، اجي ارسم لاين منا لهنا صح، بعدين اقول له اي انتر دي انتر، ادوس بنص القوس وانزل لي جوا انتهى. اجي هذا اسويه اعدل القوس هذا مالتي، هذا الخط انزله شويه جوا مثلا حتى يصير عدل انتهى. اجي هذا اشره كله واقول له شنو ميرر، اشره كله بالايسر على مود بس هو، ادوس هنا بالزر الايسر اسحب ينتهي كل القوس، ادوس انتهى. اقول له شنو ميرر، ادوس ميرر منه احدد نقطه على الشكل، اشغل الاورثو اروح بالاتجاه الافقي ثم اقول له شنو نو، بعدين اخذ الشكل بالكامل واللي الاغلبيه سووها مسحوا الصوره، والمفروض انهم ما يمسحون الصوره، ياخذونه ويقولوا له شنو كوبي. اوكي اشر الشكل ويقول له كوبي ويخليه بصف الشكل على مود انا اشوف اثنينهم. الاغلبيه ايش سوى؟ اختصارا للموضوع دلت الصوره ليش احنا اخذناها امر الكوبي، فصار عندك هذا الشكل نفسه بالضبط مع شوي اختلافات للسرعه. اني هدفي من هاي التمارين اللي احنا جاي نعطيها حاليا حتى لو كانت بيها شويه صعوبه، هدفنا انه البولي لاين هذا الموضوع مال الكيرفات والهذا الرسم ايش قد راح يفيدكم بعدين بالتفاصيل اللي جاهزه اللي انتم لازم ترسموها من صوره على مود تعبروها برسوماتكم. شجره مثلا ما موجود بلوكه لها، سياره ما عندك بلوكه لها، الشكل اللي انت تريده او خط عربي انت تريده تنزله بالاوتوكاد وما موجود، تنزله بهالطريقه. تفاصيل موجوده بكتالوج بس ما موجوده عندك لا بها بعد ولا هاي، تنزلها ترسم ترى بهاي الطريقه. وبالشركه يجبرك يقول لك ارسم لي اياها، انا اريد ترسم لي نفس التفصيل الاوتوكاد، شلون ترسمه حتى ما بيها بعد؟ ترسم ترى بهاي الطريقه. ماكو غير الطريقه عندك. شلون تروح تحط مسطره وتقول هذا يمكن 5 سنتيمات وتروح تفره؟ مستحيل. فهاي طريقتك الوحيده. تبقى بعدين شنو من تكمل الرسمه تقول مثلا يقولون قالوا هاي مثلا قياسه 5 سنتيم هاي، فايش تسوي؟ تاشر هاي اول مره تسوي دائره من 5 سنتيم اللي هي 2.5 نصف قطرها. اوكي هاي دائره من 5 سنتيم، شوفوا ايش كبرها صغيرونه كلش. هسه هاي انا راح ازوم عليها كلش واجيبها واروح ارجع بالزوم مالتي، لان تواجهك هيك مشاكل انه الشيء يصير بعيد. بس ها اها جبناها هم اخذها موف بدون لا انا محدد مركزها ولا خليني اجيبها يمي اول مره. اوكي هاي موف، بس هاي راح اجيبها، شوف شوف جاي اقربها انا اول مره بس اقربها. هسه موف
طبعا كلش صغيره بعد، ما راح اقدر اوصلها اصلا. بس المهم هسه انا محدد سنترها، راح اجي احدد هنا. اوكي راح اجي هسه هذا الشكل كله بالكامل 10، واجي وين اسوي الدائره هاي اللي صغيرونه، اقول له شفت واشرها. اوكي طلعت منها انا هسه من شفت وسويتها، يا هاي النقطه ترى نقطه الدائره مو نقطه الدائره ذيك. شلون ازغر سكيلي بحيث اصغر الهاي اللي هي سكيل باي ريفرنس وذ روتيت سنتر، هاي نجيها بعدين. اوكي حتى ما اريد ادوخكم لان انتم هذا اريدكم تطبقونه بالبدايه، نزغرها بحيث تصير سكيلها قياس مضبوط واقع حال. اوكي هسه خلي بهاي الدقيقتين الباقيات، ايش قد العفو باقي 5 دقائق، راح ارسم مثال اخر. اوكي هم تطبيق له نفس الطريقة. اوكي اريد هاي الفيديوهات تاخذوها بالبيت وشوفوها على راحتكم، عندكم اليوم عندكم باكر. اوكي وعقبه اي 4 5 جمعة السبت ان شاء الله. اوكي فان شاء الله السبت بحول الله قوتكم تجون هنا احد هذا المثال، هو هذا نفس اللي انا رسمته اريدكم ترسموه. اللي رسمه خلي يجيب مثال من الانترنت او عنده ويرسمه. اوكي اللي قدر يكمله. هسه انا هم راح اخذ مثال اخر بس سجل هذا.